تواصل العتبة العباسية المقدسة حملات الإغاثة الإنسانية لدعم الجهد الحكومي في مواجهة أزمة كورونا، حيث بادرت العتبة بإرسال أكثر من 700 سلة غذائية إلى محافظة ميسان للتخفيف عن كاهل العائلات الفقيرة والمتعففة، وخصوصا المحجورين في المناطق الوبائية في صورة مشرقة من صور التكافل الاجتماعي. اليوم مواكب الدعم اللوجستي شبكة الإغاثة الدعم تابع العتبة العباسية ووحدة بغداد الكرخ متوجه من بغداد لخدمة أهالي العمارة أهالي ميسان، التشارب بخدمة أهالي العمارة من الأيتام والمتعففين لتوزيع كمية كبيرة من السلات الغذائية وبعض المواد. توجهنا على الفور لدعم العوائل الشهداء والأيتام في محافظة ميسان، ولله الحمد اليوم سوف يتم تجهيز أكثر من 750 عائلة من المواد الغذائية والملابس والمواد المنزلية. متطوعون في العتبة أكدوا أن قوافل المساعدات هذه مستمرة، وهي تحمل مختلف أشكال الدعم والإغاثة الإنسانية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية تجاه الدولة والمؤسسات التي تبذل جهودا كبيرة لإحتواء انتشار عدوى الفيروس. ونحن نعيش أيام كورونا، فثبتت هذه المواكب تقديم السلات الغذائية منذ بدء الجائحة وتوزيع اسطوانات الأكسجين للعوائل المتعففة والفقيرة والعلاجات. والله هو اللي نريد نوصله بأنه تلاحم بيناتنا، يعني الحمد لله والشكر. اليوم أنا ببغداد جاي أدعم بالعمارة وجاي أدعم حتى بغير محافظات، يعني مو بس فقط بغداد، لا كل المحافظات جاي نروح لها ونطلع وعندنا اتصال وياهم. وفي ظل تفاقم الأزمات وخصوصا الوبائية، منها تأتي الحاجة إلى إحياء ثقافة وسلوك التضامن الاجتماعي لمساندة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الروابط المجتمعية وتقوية أواصر المحبة والتلاحم في المجتمع لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. ويندرج هذا الجهد الإنساني في إطار تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في مشهد يجسد مدى حجم التلاحم والتكاتف بين جميع العراقيين في مختلف الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد. حيدر جيزاني، العراقية الإخبارية، ميسان.